أشرف والي ولاية المسيلة رفقة السلطات المحلية على توزيع 7 شجرة إسعاف مجهزة طبيا لصالح مستشفيات الولاية، وكذلك آلات أشغال عمومية لفائدة حظائر البلديات التي تشهد نقصا فيها، كما تم توزيع أيضا مجموعة من آلات الحصاد على الفلاحين قبيل انطلاق موسم الحصاد والدرس. التغطية لسفيان قوادري. اثنين تاع الكاسيهات اللي بالبازار، 7 تاع النيبلوز، وكذلك عتاد تاع وزارة الصحة متمثل في 7 تاع سيارات إسعاف التي كذلك نفس الشيء ستغطي كل مناطق الولاية، وكذلك 4 تاع لموسمروزباتوز من ضمن 28 وحدة التي سلمت لنا من طرف وزارة الفلاح.